يا ناضج، انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ تفكر ايه؟ ده انا نازك السلحدار اللي اتجوزت اكتر ما صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوك. لسه شفت حاجه؟ يا اهل كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه ليه كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخره دي؟ هي يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم هنا. اديني ده بينه اهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسة والشغل ده كله مش بمننا انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا علي، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فيه، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيه اللي قاعده ده، هي شايف يا علي؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها. يلا خلصت. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليه ده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي تشاف حد؟ الوليه قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها، بانها مجنونه ولا ايه؟ حاج حاج. هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سلم حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي. حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. السلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتغرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى انا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك ديت وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ ابوك ايه دي؟ ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. تملى عينيها يخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمر، اؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلها صح. هي خرصه ولا مالها من ببلبه ليه كده؟ يلا هات من هنا. يلا يلا. حقك يا عمر. كلوا الاول، كلوا الاول، هم نفسكم وحب. فز. مع السلامه يا اخي. متشكر. السلام. يا عمر. متشكر. مع السلامه. ايه الناس دي؟ هو دي ادم ليك؟ هو دي زفت انت؟ والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هتولع وانت قاعد على الكرسي جنبي. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، علي صوتك فاهم. الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. ياكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ده كربات. ده كربات انت قاعد عند عميتك؟ استنى، قاعد في كافيه. افهم ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسم هات لي الولا لهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده، هي سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت سوس ولا ريد سوس؟ استنى، ما اول مره يجي هنا تاخده وايت سوس ولا ريد سوس؟ ها؟ لا ما فيش، ما هاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ اهدي، انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خير ايدك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده، هي اللي خدتها انا من يومين، ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفانه والشنب والقرب دوت؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبي. حياه النبي، لا شوطه. شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت ده هي. يا خرابي. طب وستك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش. انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله يولع. ما تمشي بقى انت تاريخ المواقف فاتح البق واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستعملاه في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للسلحدار، جاي للمبه عيله السلحدار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه، انت ايه يا سليمان؟ ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراه ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان.
سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدار دلوقتي وقاعده معانا ست الناس الالمظايا ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على سيدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمده. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه مين بيشوفك وحواجه ما تلعبش لوحده؟ يا خبر اسود، صدقي صدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها. يعني عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مين مولعه؟ وانت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي داهيه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر. ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارت انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغرتي بطربوش ولا البدله اللي لابسي؟ هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا؟ ايه شوف العصفوره اللي قدامك يتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهتعينك في الصيف قوي بتخنق اهو. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني شوف عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روح اشتري له 40 متر بقى عشان تستوري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطة حلوة يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر؟ ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انت عاوزين نيجي عندكم هنا مرة تانية ولا لا؟ ليه يا هانم؟ في حد زعل سيادتك ولا حاجة؟ الأستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقولة العمدة زعلك يا هانم وسيادتك ما تعرفهمش ولا حاجة؟ بس يا ابني ايه الرغي ده هو؟ حياة النبي، حياة العيون ده، قولي لي مرة واحدة سلامونتي وأنا أم البيت. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي، سلامونتي، عايز التخين ده يسمعها، والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا، ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهاردة. يعني هتعمل إيه؟ أدينا قاعد ومش ناوي أجيبها البر، ورينا هتعمل إيه بطربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي، قوم بقى. والله أنا كنت ناوي يعني أضرب العرة اللي قاعد جنبك ده هو، بس أنا هقوم وأنكبس بمزاجي. أحاسب لك يمكن الأفندي اللي معاك مفلس. ميرسي. تسلمي، تسلمي. السلام عليكم يا دياريخي. مع السلامة يا أخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس. وأنت حسابك معايا. هاي يا عمدي، سبع ولا ضبع؟ ولي ده سؤال يا ولي، أكيد خلص معاهي. خلصت معاهي؟ هو أنا من نقكم وشؤمكم عليا ونظرة عينك المرعبة ده هي هكسب في حياتي ربع ساعة؟ إيه النحس ده هو؟ أني غلطان، أني غلطان إني جبتكم من زريبة الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزة صارت؟ صارت، طارت منين يا ولد؟ انا العمدة، استنى عليها شوية. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها دي. حلوة قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاية دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الأميرة نورهان، مرات الباشا. مراتك؟ هب، انا عايز اسألك سؤال. ما جاش في بالك وانت بتوصفي الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟ هزقتيني وخلتيني انهوه قدام الغفر بتاعني. اوصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش دهون الهواوه عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمان؟ صراحه انت فاجئتيني، اديني شهرين ثلاثه افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوزه. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزك، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جذبة. أبوسيب. استرها يا رب، يا رب ما تتقتل في الولادة يا رب. أقومها بالسلامة. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيلة ايه؟ انت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولادة. الولادة دي حاجة بسيطة، اسأل مالي. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه،
انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا. سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق، ما انا خايف تخلف بورس. احنا يا عمدي احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معوجة واللي راسه مقلقسة كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجة. ابعدوا عني، ابوس ايديكوا، عايز خلفة نضيف. يلا غور من هنا، دول عيال. يلا غور من هنا، غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونة، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمدة، احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهرة. طب بنت وعرفناها، نعمة من ربنا. ومين اللي سماها زهرة ان شاء الله؟ إدارة المستشفى هي اللي سمتها. زهرة النبي؟ ايوه، ده اوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيلة ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس. دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهرة، نعمة من الله، الحمد لله. وطمنا على صحة البنت، نازلة حلوة كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير، عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربي، ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي وكأنها اثار الحكيم. اثار الحكيم؟ وبعدين في فتره هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعيه تبقى الهام شاهين. الهام شاهين؟ ايه دي؟ وانت دكتور والله عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على انها اثار واحبها واحضنها وفجأة تبقى اله؟ ايه اللي اخبطت دعيا؟ اهدى يا عمدة اهدى، هتعترض على ارادة ربنا. اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة، اللي هتتحول تبقى الهام شاهين. لا، اثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنتي لحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنال، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي.
هاي ايام دون سلامة سردينا رئيس المنظمة، وبقولها لكم بكل وضوح وصراحة، المنظمة مش هتسقط قصاد ضغوط اليو اس اي، ومكسيكو سيتي كلها معايا وبتسندني. صفقات الأسلحة والعمليات الإرهابية هتتنفذ بمواعيدها، وجدول الأعمال هيقرا عليكم ماي بادي جارد، ماي رايت آرم، دراعي اليمين، مستر متولي أدريانو جوميز. فليتبطل. مبدئيا بعتذر عن التأخير، إن كنت برجع برا أوفر فسامحوني. وأحب قبل ما أبدأ أقول أي كلمة تحية عظيمة لراعي الإرهاب في العالم، الرجل الأول في الإرهاب والدم، مستر سلامة سردينا. أنا بوجه كلامي لأصدقائي الإرهابيين في كل مكان في العالم، السادة الأفاضل من الشبيحة، السادة الأفاضل الذين يعشقون الدم، الذين لا يعرفون طعم الرحمة، الذين يعشقون القتل والقتلة، بوجه لهم كلامي. أي حد طيب ما يسمعش خطابي النهاردة، كل الأشرار في العالم هم أخواتي وأخوات الرجل الطيب ده. هقول لكم القرارات اللي اتخذتها المنظمة العالمية التهريبيان للإرهاب والسلاح، القرارات كلها في مصلحتكم، وهي كالتالي: أولاً، تصدير عدد 2 كونتينر آلي وفرد خرطوش محلي للمافيا العالمية. وكل ده لجل عشان ما حدش يجي يقول ان احنا برا القانون، كل ده حسب اتفاقيات اتبادل مخدراتي وسلاحي، زائد طلبية مطاوي أرن غزال وربع مليون عاشورة للعمرانية ايجيبت. عايز اقول حاجة، احنا هنبعت لحبايبنا في امبابة سلاح فتاك جديد يورونا يعملوا ايه فيه. هيروح لهم سفينة محملة بالعرس العضادة. ايوه العرس العضادة، العرس العضادة. يوروني بقى، سوري انا ازعجتك، يوروني بقى، يوروني يمسكوا العرس ازاي. والخبر الاهم، قررت المنظمة الاسبوع اللي جاي عملية اغتصاب جماعي لكل معارضين مستر سردينا. انت راجل ابن حلال ما ضربش. سوري ازعجتك كتير. بالمناسبة السعيدة دي والاحتفال ده بنجاح الصفقة، اسمحولي اني اشكر ميسيز ماتيلدا سردينا، زوجة العم، رفيقة الدرب، سعد الهنا عليا، اللي عمري ما حنساها، اللي طول ما هي جنبي بحس بالأمد والأمان. أنا سمعت صوت رصاص يا متولي. لا يا راجل، رصاص إيه ده؟ فاتح في الشارع اللي ورانا. حسن. متولي. سيدي. أنا مصر إني سمعت صوت رصاص. رصاص إيه الوهم ده؟ أنت لابس قميص ضيق، الزراير ابتدت تفرقع، مش أكتر أجمد يا معلم. يا متولي، أنت متأكد؟ طبعًا. لا لا، اوعى تعملها، اوعى تعملها وتموت. يا تجراس يا معلمي واستاذي، انت ماي فازر بالنسبه لي، اتعب في الحياه من غيرك. متولي، امرني. وصيتي الاخيره ليك انك تفضل طول عمرك مخلص. مخلص ليك الى الابد يا سيدي. حبيبي، وداعا يا زوجتي العزيزه. نهار اسود، مات مات. نعمل ايه؟ تتجوزني يا متولي؟ طبعا اتجوزك حالا. كويس ان غرفه 60 داهيه. انا كنت معجب بيك من زمان، بس ما كنتش عايز اتخطى البروتوكول بتاع العصابات. وانا سلامه سردينا، البادي جارد بتاعك ده ايه؟ استخدام اطفال؟ ابتدينا نستظرف ونتجاوز الحدود. اطفال. اوكي يلا بينا. استنى الصحفيين، لو سمحت اقفوا جنب بعض،
كل ده ممنوع من النشر، فهضطر اصفيكم. كلنا صبيان المعلم سردينة وجميله على راسنا من فوق، ربانا وعلمنا الكار، واهم من ده كله علمنا معنى الاخلاص والوفاء. انا عارف ان انتوا كلكم كنتوا بتحبوه، لكن هو بقى في اتنين كان بيحبهم قوي وانا عايز اكافئهم، انت وانت. صح؟ صح يا معلم. اهم حاجة ايه؟ الاخلاص والوفاء. تعظيم سلام للمعلم في تربته. تجوز متولي جوميز من السيدة مالتي سردين التي ساعدته واستطاع في وقت قليل ان يصبح من كبار المهربين بنجاح ساحق، وزاع صيته في العالم كله واصبح على رأس قوائم الارهابيين الخطرين والمطلوبين. انت يا غبي يا غبي، قلت لك 100 مره الرصاص يتحط في التلاجه بدل ما يفرقع في وشنا، ايه الغباوه دي يا ابني؟ ما بت انت شكلك غبي يا له. منوره حته. قولي لي، سعيده معايا اكتر ولا كنت سعيده مع سردينه؟ معاك انت اكتر يا حياتي. شكلك منافقه. شايفه الواد رومي احسن واحد يشتغل عندنا. وفي وفي رومي، هاي هاي حبيبي، قرب ارفع لي ايدك يا رومي. حرامي وخاين ابن خاين. كده يا متولي كده ما تفتكرش تقولي كل سنة وانتي طيبة في الفالنتاين. فالنتاين ايه وزفت ايه؟ فالنتاين ايه؟ انا فاضي. ما انت شايفة بهب بايه؟ انتوا مش عايزين تاكلوا عيش ولا ايه؟ انت اتغيرت يا بيبي. سبحان الله. طب بقول لك ايه، حركي رجلك معايا كده، حركي جربي. لا خلاص فاكس بقى. سان دييجو جين سلامة، وبعد حد ياخد الرجلين. اوديو عامل ايه وازاي الخواجه؟ بقول لك ايه،
في راجل من رجالتي هيقولك دلوقتي هخبط عليك بعد الثانية واحدة. من رجالتي القريبين قوي، اقعد معاهم ارغي كلمتين كده واقتلهم. ايوه ابعتلي دماغتهم خونة. يلا باي باي يا اودي. عملت ايه يا واد في الوليه اللي اتقطعت للصين؟ كله تمام يا بص. مية. جود مورنينج مستر متولي. جود مورنينج يا حلو. انت مين؟ سونيا سردينا، بنت سردينا. انت بنت المعلم سردينا؟ اوعي تكوني بنت ماتيلدا. لا، بنت واحده تانيه. ما شاء الله ما شاء الله. تعالي يا حبيبتي عند عمك، شايف المعلم سايب لنا صبايا حلوين ازاي. لف يا حلوه، لف. حلو قوي. يلا يا ابني شوف شغلك، حضر ورقه عرف. يلا نعمل ايه؟ يلا نتجوزها. هنعمل ايه؟ معلمي طول عمرك اصيل يا بوس. يا ابني لحمنا هنرمي لحمنا في الشارع؟ دي بنت سيدنا وتجراسنا. انا رمز حياتي الوفاء والاخلاص. يلا سيب لي في ايدك ده وخدها على فوق. يلا عيني. يلا مع السلامه. الله يرحمك يا معلم سردينا. هعمل ايه؟ لازم اشيل من وراه. يا اوديو قولك الرجاله عملت ايه؟ موتهم؟ الله تجننت يا اوديو؟ بتموت رجالتي يا اوديو؟ انت ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ انت هتستهبل؟ طيب خليك مكانك، انا جاي لك يا اوديو. خليك مكانك ولا بقول لك. ايه ده؟ في قطط ولا ايه؟ يا ساتر يا رب. انت مين؟ انا اخت المعلم سردينا. مين؟ اخت المعلم سردينا. تعال تعال تعال. الله يطلع المعلم سردينا. امه جايب المعلم سردينا. مساء الخير يا حلوه. مساء النور. اتغنداري ما شاء الله. انا اول مره اعرف المعلم سردينا الله يرحمه. دي اختي بالحلاوه دي. لا ده من زمان. اموريني يلزم خدمه. غلبانة وتعبانة ومش لاقي حتة تقويني. ما تكبر بخاطري. الله يكبر بخاطرنا كلنا. والله يعني انا كان عندي سعادة بس مش للدرجاتي بصراحة، مش للدرجاتي. سنتيجو. ايوه يا حلال. استنى انا هكافئك. تعال سنتيجو، تعال شوف القمر. مين دي؟ ده اخو المعلم سردينة. كان بيخبيه عننا. حضر ورقة عرفة يا حبيبي ومبروك عليك. لا شيل. افرحي افرحي يا عروسة. راح بيبي سيدة الأقمار السوداء. لا سلام عليكم يا ابني. عليكم السلام يا أمي. يحنن يحنن، روح حتة تانية. لا يا حبيبي أنت مش عارفني ولا إيه؟ شو واخد بالي مين؟ أنا أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا، يا أهلا، زارتنا البركة. أم المعلم سردينة عمي وتجراسي وأموريني. ربنا يخليك يا ابني، والله أنا بس كنت مزنوقة كده في حاجة يعني. خلاص خلاص، ده الليلة السودة دي. سانتياغو عيني. ده إيه يا رب الوقعة اللي وقعت فيها دي؟ هات يا ابني عقدين عرفي هتجوز أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا، نورتينا. خدها من خلقتي بقى، دي خاتمة قفلة منيلة بستين نيلة. يا رب ده انا مش عارف انا كده بخونه ولا بوفي. سانتياغو. ايوه دورلي وشها، دورلي وشها. سامحني بقى يا معلم سردينة، كله الا كده مش هقدر مش هقدر. تقيل ومافيا وعايش عافية، ولا عندي رحمة ولا دم. ولاد متولي، أنا من ولاد متولي. ولاد متولي، أنا من ولاد متولي. مجدع ومن كمان دينجي وانصام، صام في الحريم صام. بفتخر وبقول من عيلة كبيرة، مامتي طنطي نبيل. أنا تاجر سلاح بفتخر وبقول من عيلة كبيرة، مامتي طنطي نبيل.
بيعمل مش بتاع بعبع والله انا بعمل مش بتاع بعبع يا هانم. أنا مقدر مشاعرك بس عايزك تتماسكي وتتملكي أعصابك شوية علشان تجاوبي على أسئلتي كلها. أنا يهمني أعرف مين اللي قتل ابن حضرتك ومين حط الدبدوب في بقه. تعرفي إيه عن الدباديب؟ الحقيقة أنا عمري ما تدخلت في دباديب ابني، بس اللي عايزها حضرتك تعرفه إن ابني إكس ما كانش طفل عادي، كان بطل. بطل في الدباديب يعني؟ بطل حضرتك بتستهتر بكلامي ليه؟ أيوة كان بطل، ومن عيلة كلها أبطال. أبطال؟ طب يا ريت تحكي لي كل حاجة عن إكس وعن عيلته، ولو في دباديب في السكة كده جت احكي برضو عنها. للأسف ما بقاش فيه دبدوب واحد. إكس كان جده الكبير قائد عظيم، أظن حضرتك سمعت عنه، القائد مدحت الأول. مين مدحت الأول؟ هاتوا الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك مالكش مدحت إيه؟ لأن في أربعة مدحت في الدفعة. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب إيه ونيلت إيه في الجو النار ده؟ ده أنا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك إند، قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت مفيش وقت. أرجوك لا. نفذ الأمر يا مدحت. أرجوك أرجوك عافيني أرجوك، أنا بخاف، بكره الصحراء وبكره الحسنة، وبعدين السيفتي إيه جدا جدا، والبتاعة دي معصباني. أرجوك عافيني. نفذ الأمر يا مدحت. حضرتك أنا دخلت غلط، أنا كنت كاتب في رغباتي فنون جميلة، أقسم لك بالله. انت مطلوب بالاسم. انتوا عندكم 4 مليون جيبه، اشمعنى انا ابو سيدك؟ انت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس انا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده، انت جميل. وانا خطيبتك، ارجوك اعفيني اعفيني. يلا يا مدحت بقى، يلا انت اشطر واحد هنا. يلا حاضر حاضر. اقنعي واختار حد غير من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك
حكايات وأساطير. كل إشاعات، أقسم لك كل إشاعات يا فندم. إيه الكلام ده؟ قالوا لي عنك إنك محارب. يا فندم محارب إيه؟ أنا أصلا مش مقتنع بالفكرة. سوري يعني، خلينا نتكلم فير. إزاي إحنا نترمي في المعركة عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش إيه؟ مش لوجيك الموضوع. سوري. إيه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر يا فندم. نفذ يا فندم. حاضر. سيب بس. نفذ. سيب لحدك حاجة. يلا. مقتنيات الدولة بس. يلا. حاضر يا فندم. بقى عصبي قوي. يلا. ألفت. هات البنات وتعالي ورايا. حضرتك يا فندم متأكد ان انا هروح للراجل ده؟ اوكي. حضرتك قائد يعني مرتاح وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعا. اوكي مرسي، كان نفسي اسمع الجملة دي. مرسي قوي. يلا. ألفت. ايوه. اوكي. يلا يا مدحت، يلا يا بطل. لا حضرتك مش محتاج ان انت تزوم، يعني الحاجات دي خليها للناس التافهه. انت بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ساتر يا رب، ايه اللي يا ما تحصلش الا النهارده. اوف، تقلبات تقلبات تقلبات. ايه ده؟ وانتقلت جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعاً، هم أصلاً من جلاند بروخ بيشتيه، وجده الكبير الرادي فالر كان له صوالات وجوالات في الحرب العالمية. رودي فالر كان لعيب كورة. تشابه أسماء. ريال ايه والدنيا خربانه بره؟ يا عم اسكت بقى، يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحرب هتقف تقعد يا انت بقى. وادرس القوي. ها يا دي بوزك الفقر والنحس او زبت القطع. شفت مش قايل لك الاريا اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على اللي عدله بسرعه يلا. لا لا لا، لازم تعمله الطيار قائد. لازم اعمله انا؟ امنه ظهري. ماشي. اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام. كله تمام؟ تمام. الحمد لله. الجو حرقه النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده؟ انت ده حلواني، وانت تبعنا من الجيش بتاعنا. ايوه. طب شوف اسر سيف رقبتش ده منه. بس ده تبعنا. ايوه بدلات ابراهيم عليه 200 جنيه. خلصنا حلواني. يبقى يلا قص ده يا رب. الجيش منتشر. ها كله تمام يا جدعان؟ دي اول حرب ليا ومش يلعب. ايه اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللي حصل؟ احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال هتاكل الاسمنت دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحاب امها. دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد ياض، ابعد ياض. انت رزق معانا ريال، معانا ريال، معانا ريال. الله وده كمان يا نهار اسود. لا سايد يا رحمة ب 60 ده النصاب. حط الاريال فين؟ هنا يا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمه دي. ماشي اطلع ربيع. يلا. حاطط السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه اقعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص افتكر ربيع. معانا ريال، معانا ريال. حاضر. توكلنا على الله. خطوني. ها يلا شيلوني وحدوني. ايه يا عم انت بتشيعني؟ انت بتطول عليا يا حلواني. ارفع حلوتها. ارفع وحدوني. خلي بيتك حلواني 100 متر سلك. حلواني. ايوه. حلو كده؟
وركز معايا كده حلو. ايوه انا هاخد عليك شويه. انت كمان جايب بصوره طريه قوي حلواني في وسط الحرب. ها خلاص حلو قوي. اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو مع عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده. اهو انت سيبك من الحرب والكلام ده. بتقدم يا ربيع؟ ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور. وقبل اي حاجه كل شروطك انا موافق عليها، بس شويه بس ثانيه ننظف المنطقه عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق. صح؟ ايوه كده شكلك شقيه. حلواني انا خاين. الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. انا ما فهمتش حاجه من الحواديت دي كلها. علاقتها ايه باللي حصل لابن حضرتك؟ هو انت حضرتك بتشمر ليك وممك يعني هتضربني؟ ما انا بتكلم من غير اي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيره قوي، وانا حذرته ايام حذرته، بس هو كان للاسف دماغه ناشفه جدا. كان بيعمل ايه في كوكي بارك؟ بص بقى انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعا، شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل، والشراكه دي للاسف اتسببت له في مشاكل كثيره. حلو قوي. مشاكل كثيره مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. انا هحكي لحضرتك. احنا في يوم من ذات الايام كنا قاعدين في الفيلا، لا بينا ولا علينا، فجاه طبوا علينا. حلو قوي. كل شيء بقى واضح. يعني حضراتكم جايين وبتستظرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. يهددك ايه يا اكس؟ احنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي، لا يا قمر، انا واعي كويس قوي. انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بديرها، فهمتوا؟ انا اللي بديرها، مش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي، مش هنخسر حاجه. المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير. خلصنا؟ واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيو الصينيه. دي اشاعات مغرضه يا حبيبي انت وهو عشان يضروا سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبسنا في صفقه مراجيح جديده. تتدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص. وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني هنا. يلا يا تفهموا من هنا. يلا يا اهل بره. شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لإكس قبل ما يتقتل؟ فيديو لإكس؟ نزل امتى؟ اهو لسه من نص ساعة. بص بعد ما قتلوني اسيب حقي يا عيب الشوق.
عم والله الهيرو كبلة تحتاج له بس حاسب له التاكسي تاكسي 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 الكابتن اكس الكابتن اكس بيرفكس الكابتن اكس جيناتي حامية ونار يا برنسي وحياتي مليانة بساسبنس شغل وفي الاكشن دايس انا واد رجولة اسد ما نخش مين في شجاعتي وما تطخش اموت 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 ولا عيش مايس جيناتي حامية ونار يا برنسي وحياتي مليانة بساسبنس شغل وفي الاكشن دايس انا واد رجولة اسد ما نخش مين في شجاعتي وما تطخش اموت 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 ولا عيش مايس انا والظلم لا دونت ميكس 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 Captain X I'm Duff McKaylin X Captain X I'm Duff McKaylin X Kaylin X Kaylin X Kaylin X Kaylin X يا ماما يا ماما مش وقته مش وقته انا وصلت ايوه انا قدام المحكمه طب استنيني شويه خد البت دي يا عم انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي ايه ده ايه ده رجلي ايه اللي رجلك ايه انا مالي ما انا عايز انزل عندي شغل اتفضلي لو سمحت وسعي شويه رجلي رجلك ايه مش مقطوعه ده ركبها بتقول ده ايه القرف ده اوعي رجلك استغفر الله العظيم يا رب زقيني يا بنت زقيني زقيني يا بنت صغيره زقيني انت متاكد ان المحامي اللي عز ونحسي شكله فقري لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي ايه ده مين ده قابل فوق يا مدام مين الراجل ده تعرفوه ده جوزها يا استاذ جوز مين جوز اختي يا نهار ازرق انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع مقابل الاهبل ده يومه اسود هو واهله احبسه هو واهله لو سمحت يا مدام لبسيني الروب انا هدخله داخله في المحكمه يومه اسود اتفضل لو سمحت ساعديني عنك يا استاذ اتفضل ده لابس شورتي ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه بس المهم حضرتوا لي الاتعاب طبعا جهزوها جهزوها يا سياده القاضي ان هذه الام الوحيده الغلبانه الكثيره النمروده نمروده ايه يا استاذ لا يا فندم اقصد البنت الصغيره المقروضه البنت الصغيره المقروضه دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها هذا الأب العظيم الأب الحنون اللي كله تواضع فممكن عنده 100 بدلة يا فندم
لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. أنا بطلب من عدالة المحكمة ومن هذا الأب العظيم اللي مش موجود في الدنيا إن البنت دي تطلع في حضن أمها الحنونة المجنونة. يا سيادة القاضي أنا مختلف مع الأم دي كتير، لكن في النهاية يا فندم هي أم. طب أقول إيه؟ ما هي أم أخ، أقول راجل يعني. سيادة القاضي أنا بطلب من حضرتك توقع أقصى العقوبة على هذه الأم، هذه الأم المستهترة. تخيل يا فندم إنها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتسهر لحد ما النهار يشعشع والبنت لوحدها. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ بنت إيه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك إيه؟ أبو البنت دي أنا عارفه وحكمت عليه في 7 قضايا زي دي قبل كده، وعارف كل ألاعيبه، يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقها. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ ارجوك يا فندم عشان مستقبلي انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبه المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب. رفعت الجلسه. الله اكبر الله اكبر الله عليك يا استاذ الله اكبر. مش فاهم ايه اللي خلاني كسبت القضيه الزفت دي. خد من يسر. ايوه انت تعالى ما تستهبلش. تعالى عايز ايه انت بقى؟ انا تخسرني القضيه؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم. مين كريم؟ هجوم. بصوا يا شباب احنا عايزين نتفق، البنيات كده، الافيان كده، مش كله يضرب نفس الضربه عشان ايه؟ اضربوا يا رجاله، اضربوا يا كريم. شاي بلدينا اللي طلبتها انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق، انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. انا ناقصه رقم مجهول واستظراف. الو. الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي حولك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحياة ابوك انا شايف المر ومخنوق، لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصه لطافه. اخلص. على فكره انا ما بهزرش معاك، كلمه زياده انا ممكن ادمرك. دمر مين يا ده تافه انت؟ من صفك نصف كمان، انت محامي ناجح ونعرف عنك كل حاجه، اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش اوانطه. النهارده الصبح. ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين. مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي. باي باي. لا يا حبيبي انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلعه التواليت قبل ما تنزل؟ بلعه التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي. حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك بس، انا وراك خطوه بخطوه زي ضلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض واتشطفت بصابونه المواعين. ايوه ايوه وكانت زفره. لا يا فندم حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف توترت قوي قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. بالعربيه ايه؟ ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عنه. هات 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 يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟
14 شارع الفواكه 14 شارع ده بيت حضرتك، حضرتك محتاج خضار للبيت اعمل اي حاجه اهو. العنوان ده تقفل معايا وتروح على طول وما تتحركش من هناك لحد ما كلمك. حاضر، بس بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهجلس عادي. لا، في حد بيتهدد بيقطع التهديد وروح اتغدى. صدق صح، انا اسف عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس ايه، بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي تحت امرك. باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي، يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. امر يا فندم انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. امر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. حاضر. يا نعمت يوه هتفتح يا خالد. ايوه فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ نجوى باديكير. تعالي بتستظرف معايا. حاضر لو سمحتي مدام نجوى باديكير فين؟ معرفش. اسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر اوصل لها. لو تكرمت يا ست، لو تكرمت. حاضر وعامل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ ما نشوف اخرت يا اخوانا. فين نجوى باديكير؟ يا نجوى. ايه مين؟ ما تقولي ان انت هنا. ما تقول اهلا. تمام الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم الهدف ورايا. قولها المبرد اللي معاها ده مش بتاعك، فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاكي مش بتاعك، بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. سين اوكي كده فهمت. اوكي حاضر، مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذه يا مدام، معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي هقوله مره واحده. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ امال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا اخويا؟ مش مسموح لي اقول معلومات اكتر من كده، وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبة، نجوى باديكير بتقول لك انها بطلت تلطش من سنه 88. 88 عن اذنك. لا براحتك عادي. يا نهار اسود، انا راجل محامي اقعد القعده دي ولبان وشعر ونيله. يا رب والنبي اخرتها ايه؟ استرها معايا. صدق ان انت راجل كافي. وحياة النعمة راجل كافي. انت اتكلمت؟ لا 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 يا فندم، بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي. هو انا استجرى يا باشا؟ انا استجرى. قالت لي ايه؟ بلغتها الرسالة. قالت لي قول لبيسا يا كلبة نجوى باديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمه وانام؟ لا مش هتروح، اكتب العناوين دي. حاضر، مش هروح بس انا نفسي اعرف حاجه. انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه، اسمعني، اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شوية. السلام عليكم. عليكم السلام، عايز ايه؟ أنا اللي جاي أسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. إيه؟ سمعني يا ابني مش سامعة. إلهي يخليك. نعم. إلهي يخليك، اعدل لي السماعة لأحسن من السمعة. اعدل لك السماعة ليه؟ ما بحبش أحط إيدي في ودني حد، أنا مال أنا؟ معلش يا حبيبي. طبعا. أنا زي أمك برضه. طيب قربي شوية. أهو يا ابني. ليلة سودة. سامعة كده؟ ها؟ كده تمام؟ أيوة كده. أنت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش أنا آسف. عايز إيه؟ بقول لك أنا اللي جاي أسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. هو أنت؟ كلمة السر ايه؟ اللحمة لسه ما تشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمة. خلي بالك عليها، انا عداهم حتة حتة. حتة حتة ايه ونيلة ايه؟ انا راجل محامي، انت مجنونة يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مرة اشوف لحمة؟
بقول لك ايه؟ ما تيجي تغير لي الانبوبه جوه ولا ما غيرش انبوبه لحد. تجننتي انبوبه ايه ونيله ايه؟ ودي يا سلام. طب روح هات لي 5 ترغيفة من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شويه ميه لو تكرمتي. بتقول حاجه؟ شخص لا، ربنا يترشك اكتر واكتر. ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه، ايوه شكل وجبنه الرومي، ايوه موجوده، والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيزها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر، وربنا ما نجحت حلاوه شعر. شكل قوي الله يخليك. جيب ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده، خدها كده. شكل الله يخليك. سلام عليكم. قلتها لي كده الله يكرمك، قلتها لي كده. ايوه شكرا. سلام عليكم. ثلاثة كرسي اكس لارج. هل بتبصي لي كده؟ هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا. انا ما انا بقول كده، انا محتاج كرسي ولا انا هلبس شراب بشبك؟ فارجوكي انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا انا متحرجنيش اكتر من كده يا عمي. حاضر حاضر، قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية. حاضر، سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره اودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنة في التلاجة. حاضر هشيل الجبنة في التلاجة. تأمر بأي حاجة تاني؟ حاضر. قلت حاضر ما بقيتش أقول غيرها. يا رب يا رب عطرني فيه، ده أنا كنت هشرب من كام. أيوه يا أخويا. حاضر 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 حاضر. ده أنت كرهتني في عشتي. اوعى تكسر البيت. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيت. لا مش هكسر البيت، لا مش هكسر البيت. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ها؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك. والله اقف. اها ايوه ايوه سامع كده كويس؟ سامع سامع، وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعة، عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي. ليه؟ ليه؟ ليه تطلعي انت الراقه؟ اهلا اهلا. ليه يا اما؟ الحمد لله على السلامه. ما تستفزنيش ما تستفزنيش. ايه الفشل ده؟ ما فيش دعوه. ليه عملت فيها المرمطه دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت ماديكير؟ ليه اللحمه ما تشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرت صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبهولي، احيانا انا بستعمله مرايه، بس فيه بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك يا اما؟ حرام عليك. معلش يا حبيبي. نفسي اسمع بس حاجه واحده، انت عملت فيه كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا الا انت وبس. أنا آسف يا أمي، أنا آسف. سامحيني سامحيني يا أمي، خلصيني من الحلقة دي. الله يخليك الله يخليك، خلصيني من الحلقة دي.
مشطبين. انا لو على راسي بضحك وانت اسمع كلامك، بس اللي قدامك ده اسف سخ سليم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انت مين؟ انت مين؟ عايز ابوس ايدك قول انت مين؟ وصل وصل الالف، وصل الالف، وصل الالف، وصل الالف، وصل. ها منطقة كله دفع الإتاوة. فين أبو أحمد؟ فين يا مرامي؟ ماتي قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ ليه ان شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وشي كده اهو، شكلي نانسي. وريني كده ليه؟ امال ايه بقى ان شاء الله؟ ما نفعش ليه؟ ليلة اهل صودا. يلا بينا. يلا يلا زعيم. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا، ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحور. كل شويه يعني لازم يتقطع مستي عشان لا ما يم... وبص بص النبي، بص النبي، بص البشكير، بص في نظري قد ايه، بس هو بشكير. انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام اهو. لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. بحاول اقاتل الله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زفت. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا. انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش حاسه تصدقي ان ابنك عملاق. عامل لك ايه؟ 100 مره ياما، 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخه، بطيخه. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفه زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني ياما بقى، سيبيني اخلص الحاره من شره. هو بمفتري، انا عملاق. صدقي بقى. حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلفيار. طب ممكن استاذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم، تعبش نفسك، انا انزلك على طول بسرعه. يا حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا يموت النهارده. هو فعلا هيموت، هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما، عملاق. دخلت ام عاطف. عاطف بيرجع، خلي حد يشد عشان لو فضل المسلسل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توا فين؟ سوري؟ ليه توا؟ ليه توا؟ ليه توا؟
الإتاوي يا معلم يعني المفروض بالعقد تاخدها من حد بيخش له على الأقل 7 جنيه في الأسبوع، لكن أقسم لك بالله أنا وأمي اللي قاعدة جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني إيه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب أعمل إيه؟ كده دي أمور شحاتة. لا لا أعوذ بالله، ليه؟ أنا مش حاتش حاجة، أنا بقول لك ظروف يعني. أنت عارف ياد اللي بيعصى أوامري؟ ها؟ عارف يا عارف اللي بيعصى أوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له إيه يا؟ عارف يا معلم. بسمع طول الوقت أنت والجماعة دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيرة. بس إيه رأيك؟ أكيد حقيقي صح ولا لأ؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه معلم انت بتتوتر ليه فجاه معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تامر انت بيه، انا هعرف انا والاخر. انت امبارح ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه تاني. انا ليا فيها ذكريات. انصرف عني. حاضر. السلام عليكم. امشي حماده. حمادة! حمادة! يا ابن انت اصحى يا حمادة! اصحى اصحى يا حمادة! يا بر اسود! يا بر اسود! اوعى تكون عفريت! ايوه عفريت! عايز مني ايه؟ انا بعون الله اللي اديت الهلب من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال. استنى استنى ما تتلطفنيش. طيب وابن حلال ايه؟ انت تعال بس تعال. انت اديت الهلف قوتك ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم قديم قوي. طب اتلططت شويه من الناس. جرب يا اختي جن يا اختي 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 يا عسل عسل. انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك. عايز نعمل ايه؟ بس اسمعني، حط ايدك في ايدي. حاضر. ومش هفكسك. يلا اتنطط. يا انت بس 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 يا فيه ما نفعتش قطاوة ليه يا بص ياد في وشي كده انا الهلف يا يا حارة وسد الهلف الهلف امر مطاع ده الف مين مين بخس عليك مش فاكرني يا الف اللي ما اعرفك يجهلك يا كبير معلش العتب على النظر معلش دقق كده مين حماده المعلم حماده طبعا طبعا المعلم حماده بس انا عايز اسالك سؤال انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوه قوي انا طول عمري عملاق انتوا بس اللي مش مصدقين انتوا امي احب فيك الاراده يا كبير احب فيك الاراده بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك صبياني عامل لك ايه صبياني ده هقطع عمرك هبهدلهم لك بس انا اطلب منك طلب صغنن جدا والله مش هكتر يعني نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه حلوه نزلني دي انا هنزلك انا 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 عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق 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 ولا مش عملاق؟ عملاق روح قول لهم ان انا عملاق عملاق يامه روح لهم قول لهم ان انا عملاق عملاق يامه عملاق 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 عملاق
حمادة يا حمادة. حبيبي حبيبي وحشتيني، شفت انا بيت عامل ازاي؟ يا اختي فتى قلت يا اختي فتى يا اختي جميلة بلا كل الناس، يا اختي جميلة شبه الناس، يا اختي فتى عملت فتى. اقف مكانك. يا ميدو قلت لك ابعد عن الباب ده دلوقتي، ابعد عنه. انا مش عارف الراجل ده جاب لي السشوار ده منين داهيه. يا ابني قلت لك تعالى ناحيه دي. نجم ماجد المصري وصل. هلو يا صبري. هلو يا نجم. غدا عبد الرازق جت؟ المدام بقى لها 8 ساعات هنا وسيزو جاهزه. خليها تستنى، انا لسه عندي مجموعه 50 ضغط عشان عندي مشهد صعب قوي يا صبري. ايه علاقه الضغط بالتمثيل يا استاذ؟ ازاي يا صبري، انت تافه ولا ايه؟ انا كماجد المصري معود جمهوري ان امثل بكل عضله في جسمي وكل شعرايه في دماغي. طبعا الموهبه دي بتاعت ربنا، بس النجم يا صبري لازم يبقى عنده ادواته. ايوه ايه ادوات النجم يعني يا استاذ؟ يعني مثلا سشوار بتاعه، سان اويل بتاعه، طبعا كرنيش جيم. بعدين بتكلم معاك ليه؟ انت تافه وانا نجم. انا نجم يا ابني. شوف شغلك. اتفضل يا استاذ. السشوار جاهز؟ جاهز يا استاذ. شغلوه. مساء الخير يا شباب. مساء الخير يا فنان. يوم جميل ان شاء الله. غدا عبد الرازق جت؟
سوري دود حبيبتي مش واخد بالي معلش كنت مديان ظهرك اخبارك ايه الحمد لله ايه تاخرت ليه تاخرت حصلت لي كارثه ايه اللي حصل مصيبه السشوار بتاعي فرقع في البيت السشوار بس اه والله فرقع انت عارفه بقى ده مارك هجيبه منين اضطريت اجيب واحد محمول صغير امشي بيه الحل لحد انت عارفه شعري بالنسبه لي ايه تمام معلش حبيبتي يلا استنى بقى يا جماعه حاضر يا بيه حاضر ثانيه واحده بيه كده شوفي شعري تحفه يا مجد كل الوطن العربي بيتكلم على شعرك الحمد لله الحمد لله انت عارفه ده بدعوات الناس المعجبين بمشي في الشارع دود ده الناس بتقول لي يا ماجد يا ماجد ربنا يعلي سعرك ويطرح البركه في فروه شعرك شوف يا كيت خش كلاك حاضر يا فندم يلا تعالى يلا اتفضلوا يلا استاذ ماجد استاذ ماجد ركز لو سمحت حاضر يا فندم يلا يا استاذ ماجد حاضر يا بيه حاضر ما هو شعري انا بظبطه مش عشان اروح بيه عشان امثل في المسلسل بتاع حضرتك لو سمحت اديني وقت يلا يا فندم يلا خش كلاك اتفضل قول يلا ستاند باي يا استاذ يا استاذ اثبت يا استاذ حاضر. يا استاذ اثبت حاضر يا فندم ما انا بظبط شعري للشغل يا استاذ استاذ ماجد ستاند باي جاهز خش كلاك اتفضل قول يا استاذ ماجد لو سمحت ايوه يا بيه ايوه بيه ما انا لازم اظبط شعري حضرتك مش متخيل الموضوع بالنسبه لي عامل ازاي انا نازل في المسلسل ده بشعري من الاخر مع احترامي للمؤلف والدور سوري يعني وقايل لكل اصحابي على الفيسبوك بصوا على شعري فاديني اديني وقتي لو تكرمت خش كلاك يلا ترن اوفر قول ايه 5 3 1 1 يا استاذ ماجد يا استاذ ماجد لا يا بيه مش معقول ربنا حلاوه يا بيه يعني اخش فيه منكوش الدين وبعدين سوري شوفوا لنا المنطق فين انا في عقد شرط في العقد بيديني الحريه المطلقه للتعامل مع شعري انا اسف يعني احرجتوني جدا خش كلاك اهو سوري يا غاده وطروني انا اسف يلا اتفضل يا استاذ ماجد يا استاذ ماجد يا بيه حاضر ما انا بجهز حاضر يا بيه لا لا طب ما عماله تلعب في شعرها ما حدش كلمها استغفر الله العظيم استنى يا استاذ دقيقه واحده غدا الورق انا جاهز يا فندم يلا اتفضل خش كلاك دور يا استاذ ماجد يا استاذ كتير كده اتفضلي دور 5 3 1 1 ايه اول مره يلا اكشن اكشن اتفضلي اوريك المفاجاه اللي احنا اتفقنا عليها تعالي اوريك المفاجاه الفظيعه اللي بره تقدري تتخيلي كام لمبة في المكان؟ حوالي 37,000 في جنيه وربع تقدري تعرفي أنا بحبك قد إيه؟ كل ده عشاني؟ طبعاً كله عشانك الشمع واللومد وصاحب الشمع واللومد أنا تكفيني لمبتين وخلاص مبسوطة؟ أوي الجزمة دي مضايقاني أوي ده عاج أصلي خلي بالك مش ها؟ ودي فيها بوش هتتزبط ايوه كده الواحد يفرفش في بلته فاكره اول اغنيه سمعناها مع بعض كانت تقريبا يا طالع النخله هات لي معاك بلح اكيد مش هي دي سوري سوري اه كانت موال سجان الغرام لعبده الاسكندراني انت ما تنساش حاجه ابدا ما اقدرش ما اقدرش انسى ما اقدرش حطي ايدك على سرتي ايوه عالسر انزلي تحت اه عالسر بالظبط ايوه اضغطي اضغطي يا بت اضغطي ايه رايك وديك عرفتي كلمه السر عايزه فاير ووركس وسرتي على طول تلاقي كل حاجه تحت امرك كل ده عشاني مبسوطه قوي قوي انا رجعت لك ليه عشان انا بحب الست اللي خشبها عريض الله يحميكي مش عارفه اوصفك بايه طاووس فرس انت جمل انت يا حبيبتي جمل وعشان كده عايزك تجري رهوان ورايا على كوبري الجامع ما تتعبنيش ايه ريحه الشياطي ايه ده القرف ده ايه ده انت بتولعي يا غاده غاده بتولع يا جماعه الحق انا حاجه شعر بس شعري انت سايبني واصلك شعرك خلاص الحمد لله كان لازم كل الشمع ده كنت هتولع فينا معلش معلش انا اسف بس لازم احافظ على شعري صدقني كنت ناوي اطلع السشوار بتاعي طفيكي بس البطاريه ضعيفه والله سشوار ايه ده انت هتعملي ايه لا سشوار لا غدا مفيش هزار الا سشوار
الا سشوار يا غادة، الا سشوار، الا سشوار، حرام عليكي كسرتيه. يا جماعة انا ماجد المصري، انا بسجلها على الهواء قدام جمهوري ان انا اعتزلت التمثيل، اني ما اقدرش اكمل مسيرتي الفنية من غير السشوار بتاعك. اسف. مشاهدينا، سمعنا في كل الاوساط الفنيه ان الفنان ماجد المصري عايز يعتزل الفن، واكيد خبر زي ده ما كانش ينفع ان احنا نعديه من غير ما نيجي ونتاكد منه مخصوص. دلوقتي احنا قدام كرفان الفنان الكبير ماجد المصري عشان نعرف منه حقيقه الخبر. استاذ ماجد، سوري ايه يا توني، بتعمل ايه بيروت يا توني لحد دلوقتي؟ استاذ ماجد، لحظه من فضلك توني، فين الكريمات بتاعت شعري؟ انا شعري بينهار يا توني، انت فاهم يعني ايه شعري بينهار؟ استاذ ماجد، لحظة من حضرتك في كلمتين وانا بقى فيه تليفون اهم من الدنيا كلها. انت بقول لك ماليش دعوه، مراتك بتموت، انا شعري اهم من الدنيا كلها، بكره اكون عندي بالكريمات. باي باي، مساء الخير. استاذ ماجد، احنا يعني سمعنا وكل جمهورك زعلان جدا من الخبر اللي سمعناه ان انت بتفكر في الاعتزال او فعلا اعتزلت الفن، الخبر ده حقيقي؟ هو فعلا انا قلت كده، بس ده كان لحظه انفعاليه لان اختلفت انا والمخرج اللي مهتم بكل شيء الا شعري وتدخلات، وبيدي اوردرات غلط للراجل بتاع السشوار، شعري كان هيتحرق، فكان لازم اقول انا هعتزل، بس طبعا مستحيل اعتزل لان انا يعني الفنان ملوش غير الفن، يعني انا بطمن جمهوري انا راجع، واللي مستنيني ان انا اعتزل انا بطمنه، انا مش هعتزل وشعري مش هيجرى له حاجه. طب يعني هل الاعتزال ليه علاقه بشعرك بالسشوار؟ انا يعني حضرتك قلت كلام كتير انا مش قادره افهم. هو كان في سوء تفاهم زي ما بقول لحضرتك، انه انا يعني احب اما اشتغل مع مخرج يهتم بشعري يمكن اكتر مني، لعلم حضرتك انا الفنان الوحيد اللي باخد اجرين، مش اجر واحد، باخد اجر ليا واجر لشعري، فلازم ده يتقدر. والاجر ده متساوي ولا شعرك بياخد اكتر؟ لا شعري بياخد اكتر انا يعني، وده شيء يسعدني، ما هو شعري حد غريب، ما هو شعري فعادي يعني، ما كله جاي لي انا، فاهماني؟ يعني هم لو دفعوا فلوس لشعري هيروح يدوه لاحمد السقا؟ هيدوني انا صح، مش ده شعري، فالحمد لله. هل شعرك ده بيبقى سبب في غيره ما بينك وما بين فنانين التانيين؟ لا، هو كان انور وجدي بس، ولكن انور وجدي ما كانش بالطول ده، يعني الاستاذ انور وجدي ما كانش بالطول ده، وكان في سمعت من بعض الاصدقاء ان كان في بعض كلامه انه مش مستريح لشعري، بس طبعا ده استاذنا ما اقدرش اتكلم عليه ولا ارد عليه يعني. طب حضرتك مثلا استخدمت كيراتين ولا ده شعرك الطبيعي؟ يعني بتستخدم لا انا ممكن يعني هقول لك على حاجه ما قلتهاش لبنت ابدا، اسمح لك تمسكي شعري؟ امسكه؟ امسكي لو سمحتي. ده كرياتين؟ ده كرياتين؟ لا قولي للناس ده كرياتين اللي عند ماجد المصري؟ لا مش كرياتين خالص، لا لا ده كله طبيعي. طيب هل دلوقتي لو جالك دور ومطلوب منك ان انت تطلع فيه اقرع، هل هترفض الدور عشان شعر؟ والله لو الفلوس كتير ارفض طبعا، توزف شعري يعني، لو عرضوا مبلغ يظبطني سنتين ثلاثه احلقه دلوقتي. قد ايه المبلغ ده؟ 15000 جنيه احلق شعري دلوقتي. 15000 جنيه بحاله؟ والله 15 ونتفاوض كمان. الحياة صعبة قوي يعني، الحياة صعبة قوي، ولذلك انا بطمن جمهوري اللي ممكن يكون قلق ان انا قلت هعتزل، انا مش هعتزل. هعتزل لمين؟ اسيب التمثيل لمين؟ اسيب الدخلة على الكاميرا والهلة دي على مين؟ اسيب الجست لما بقف قدام اي حد ده على مين؟ في ممثل بيقف بالجست دوت والافيش دوت؟ مستحيل. اسيب الكرفان ده لمين؟ والله العظيم لا تفليني. لا بس انا ثانيه واحده، فليني لو سمعت عشان تثبتي للناس كلها، فلي او اي حته في دماغي. يا استاذ ماجد بس ثانيه واحده، امال ايه مش جاي تشطري عليا وتقولي لي حشرات؟ استاذ ماجد حياتك كنت اطول من كده بكتير. امتى؟ اذا انا شفتك قبل كده، ايه اللي حصل؟ دي حقيقه، ما انت جايه وعندي ازمه، الراجل ما جابش الكريمات. هتشوفوني الاسبوع الجاي اطول مما كنت. انا بطمن الجمهور. السيرم بيعمل كده؟ السيرم هو طبعا، انا كل احاسيسي ونموي جاي من فرحتي بشعري، لو متظبط وفي سيرم انا بنمو، لو مطفي يعني ممكن بعد بكره لو جيتي ومفيش سيرم تدوري على ماجد المصري مش هتلاقيه. لا بس استاذ ماجد انا مش عايزه اضايقك، بس انا ما بستخدمش سيرم. فعلا؟ لا خلاص انا جايلي. انا يعني بشكرك وبشكر اهتمامك والقناه بتاعتك ان انتوا اهتميتوا بخبر اعتزالي، بس بعدها وبكررها انا مش هعتزل ولا هتنازل على اي دور بيعرض عليا بشعر اقرع بنص دماغي. وصلي للناس اللي نفسها ان انا اعتزل الرساله دي. احنا بنشكرك جدا يا استاذ ماجد، ويعني ربنا يخلي لك شعر. ميرسي جدا، ميرسي على ذوقك، فرصه سعيده، كل سنه وانتم طيبين. كنت عايز اسالك سؤال بس. اتفضل. ما يجيش اي كريم عبال السيره ما يجي بتاعي شنطتك دوري كده؟ لا انا طبيعي. ميرسي على ذوقك. باي 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 للجمهور. ممكن عشان خصوصيتي. اتفضل يا حضرتك. أمانة تبقى سشوار.
يا حبيبي يا سيشوار ماجد 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 المصري. أنا اللي زهقت من اشوار شعري قديم يا ماجد المصري من يومه مقضيها قوي وعايش ماليش انا عين عشان الومه ازاي وانا شعري كده هايش. هدوي خلصني من بنتي عشان توافيني كان دمتي هدوي يا حبيبي يا سيشوار ماجد 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 المصري. يا سيشوار ماجد المصري أمانة تبقى سيشواري إلهي يا فرشاة الكسري وهم المجد أمطاري. يا سيشوار ماجد المصري لوزة يا روح ماما حماد. ايه يا حماد؟ اخس عليك يا ماما اخس عليك يا ماما خضتيني. قوم يا دنايا قوم. مش قادر مش قادر يا ماما. الله على الريحة الحلوة دي. الله يا صباح الفراخ المشوية المتبلة. حطيها هنا ماما حطيها هنا. اتفضل يا حبيبي. والنبي يا ماما ارفعها لي شوية ارفعها لي. اتفضل يا حبيبي. الله مش قادر بس عايز انام. لا يا حمادة قوم يا حبيبي في الحركة بركة. قوم يا حبيبي بطل نوم بقى. يا ماما النهاردة يوم عندي شغل طويل وعندي ميعاد مهم. ادعيلي ادعيلي يا ماما. بدعيلك من كل قلبي ربنا يفتحها في وشك يا حمادة. ده ماما سيبيني انام شوية تعبان كسلان والله. حبيبي قوم قوم يلا حبيبي ماما وقت التشطيف جه. حمادة يا ماما انا نضيف وزي الفل ولازم الواحد يتشطف والله ما قادر. حمادة حبيبي لازم تغسل وشك. لا. لا حاضر حاضر بس مش قادر استنى علاش انا هغسل لك وشك. ربنا يخليك مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه والله. تقوم عظيمه عظيمه يا ماما. يلا هب 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 غمض عينيك عشان الصابون يحرق. حاضر حب الميه ساقعه يح يا ماما يح. معلش يقطعني يا روح ماما. والله نشفي شكرا يا ماما شكرا شكرا. نشفي الحته اللي فوق اللي في خدي اليمين اللي في خدي اليمين. بس ماما تخنقيني شيل الفوطه. يلا نف 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 هوبا هوبا شيل الفوطه. هتخنقيني يح يا ماما والله عينيا حرقتني. يلا سنانه مش قادر افتح شفايفي. شكرا شكرا. تف 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 تف. اوف ماما نعم. سيبيني بقى انا تعبانه عايز انام عشان خاطري يا ماما. لا لازم تقوم وتصحصح يا حماده. النهارده بقى عامله لك مفاجآت مذهله. ايه ماما المفاجاه والنبي قولي لي. ايه يا حماده ماما خلاص بقى زهقت. ليه حماده على طول حماده على طول. ايه المفاجاه؟ مع قوية تبقى مفاجاه لو قلت لك ايه المفاجاه يا حماده. عشان خاطري يا ماما عشان خاطري. يا حبيبي ده النهارده عيد ميلاد حماده. كل سنه وحماده طيب. هو طيب كل سنه وحماده طيب. وانت طيب. ماما ماما ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا انا كسلان شويه يعني سيبيني بس 17 ساعه انام لاني هلكان هلكان هلكان. حماده انت مش بتقول وراك ميعاد مهم؟ ام صحصح كده. والله يا ماما على المهم قوي ادعي لي ربنا يوفقني فيه. ربنا يوفقك فيه قادر يا كريم يا رب يا حماده. ده
ماما ربنا يخليكي ليا، انا مش عارف من غيرك اكيد كنت هخس، مش عارف كنت اعمل ايه. بعد الشر عليك من الخسسان يا حبيبي. ايدي كابوسه يا ماما. خدي يا حبيبي. زقي يا زقي ايدي زقي. متشكر. العفو. رجع ايدي، رجع ايدي يا ماما، رجع. متشكر. العفو يا متشكر. حماده ماما، حماده ماما، حماده ماما، حماده حطي ايدي على بوي عايز التاون. رجعيها. متشكر. العفو يا حمودي. حماده يا ماما. قوم بقى يا حماده، مش معقول الكسل اللي انت فيه. قوم يا حبيبي وغير هدومك كده. لسه هقوم واغير البيجامه والبس هدومي وانزل واركب الاسانسير. لا مش قادر. انا هقلعك هدومك يا حماده. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا ماما. ربنا يخليكي. يا سلام. ايوه كده، لبسي جاهز والبنطلون. والبنطلون يا ماما فاكر. ربنا يخليكي يا احلى ام في الدنيا. يلا يا حماده، هات ايدي كابوسه تاني. خدي يا حبيبي. زقي ايدي. زقي. رجعي ايدي. رجعي. متشكر يا ماما. العفو يا حبيبي. ممكن انام شويه بقى؟ لا يا حماده قوم بقى. الله بطل كسل. والله ما قادر. طب مش قادر انزل من على السرير. طب ممكن. اعمل ايه؟ دقلجيني يا ماما وزقيني. مش قادر انزل. مش قادر انزل. هوبا يلا يا ماما. هوبا يلا. ماما تعالي قوميني. الا ربنا. استنى انا جايلك. جايلك. الخشب جامد قوي وجعلي ركبتي. معلش يا روحي. ماما ساعديني قوميني. حاضر يا حبيبي. ده ميعاد مهم قوي. ادعيلي. ادعيلي يا ماما. ها قومي يا دلوقتي. قومي يا حبيبي. اسم الله عليه. النبي بتعب ولا لا؟ بتشقى يا دلوقتي. والله بتعب وعندي ميعاد مهم. ماما ممكن تيجي كده شويه؟ تعالي كده انا اريح شويه تعبان. لا 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 مش قادر. حماده مش حماده، ده انا محضره لك الفطار اللي انت بتحبه يا حبيبي. ربنا يخليك. والنبي يا ماما اديني ايدك ابوسها احسن. مش قادر. اديني ايدك. زقي ايدك. زقي ايدك. متشكر يا ماما. رجعي لي ايدي. رجعي لي ايدي. متشكر يا ماما. متشكر. افطر يا حماده. افطر على بال ما احضر لك الفطار. ربنا يخليك يا ماما. ويخليك لي. توصل الفطار بقى. توصل الفطار اللي جاي. عيني يا حبيبي. حاضر. حماده. حماده. ماما. قوم يا حماده. اصحي. حاضر. بس بحب انام وتعمل لانشون في بقي. معلش. بحب تعمل لانشون في بقي وانامي. انام شويه باللانشون. لا يا حماده اصحى بقى. ولا انام خمس دقايق بالجبنه. اصحى بقى الله يحرقك. انام خمس دقايق بالجبنه الرومي. اصحى بقى. والنبي تعبان. ربنا ياخدك وارتاح منك. النبي ادعيني في المشوار اللي انا رايحه. ربنا يوقف لك ولد الحلال. اللهم امين. ربنا يخليك. قال له اللانشون ده حلو قوي قوي. حماده وبعدين؟ كتري منه. لا لا انا. طب امسك عشان تزقيني. مش قادر. خليهم معايا. زقيني بيهم. يوه. زقيني بيهم. ما تتنيل تتزق بقى. ماما ماما هاتي سندوتشات. هاتي سندوتشات يا ماما. هاتي سندوتشات. حاضر يا حماد. ربنا يخليك ليا يا ماما. ربنا يخليك. حاضر يا حماد. ربنا يخليك يا ماما. حاضر يا حماد. طب هتبصي حصليني بيهم على باب الشقة. طب. انا مش قادر. انا هسحب. انا هسحب. زي حماده. زي الفدائيين. انا هسحب. انا مش قادر. تعبان يا ماما. سقيني. زقي تعب رجلي. يا رب. حياه رحمه تيتا يا رب. ورحمه جده يا رب. اقف جنبي يا رب. انا ما بعملش حاجه غلط خالص. انا كسلان شويه بس هبقى نشيط. بس والنبي يا رب اهم حاجه النهارده ودلوقتي يا رب اكسب ضربه الجزاء دي يا رب. العب غيرها حلو. والله العظيم والله العظيم انت فقري وقاعد بتنق عليا. اول مره في حياتي اضيع ضرب الجزاء. طب يلا كمل لعب. ما تسيبش. ماشي ماشي ماشي. بس انا كسلان قوي مش قادر ادوس على الزرار. مالك؟ انا مش مظبوط. انا مش عارفين بصراحه ولا تتضايقوا. إيه؟ انا جعان والله جعان. انت والله جعان. حماده تيجي ناكل. انت لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر. انا فطرت بتاع 3 4 مرات بس بصراحه ماما النهارده ركزت في حاجات كتير ما اهتمتش بيها قوي. طب الراجل اعزمنا بقى. حاضر. يلا بكلم لنا الراجل بتاعك صاحبك ده بتاع الحمام. طب لنا 10 جواز حمام قشطه. وانت كلم بتاع الحمام صاحبك اللي انت تعرفه ده خليه يجيب لنا 6 جواز حمام. ايوه بقى. طب ما فيش شاورما؟ عينيا هات سيخ شاورما لحمه وسيخ فراخ. ايه رايك؟ خليهم 3. عينيا انا هزوده. زوده. هقول لك بقى على حاجه. خلي الوليمه دي بعد الماتش ده لما اكسبك عشان احتفل بالنشوه النصر. عشان طبعا هنضم معاها حلويات بقى ام علي وشويه بقلاوه. قشطه. طب وريني نفسك بقى. حلو. اوريك يا لذيذ. انت جريت ريقي. لا بس من غير غدر. اسمع يا ميسي يا جامد. اتفضل يا عم. اتفضل برجلك اليمين. اتفضل. شكرا يا عروسه. وائل جمعه مين؟ بقول لك يا ميسي تقول لي وائل جمعه. انت ليه؟ ما ينفعش نبقى معديين من هنا ما اعرفكمش بوالدي يعني. بابا خلي بالك انا مش عايز غش. اهلا يا حبيبي. استنى شويه مشغول. بابا في ايه البقره اللي انا مخلفها اليوم؟ بابا عايز ايه؟ زفت مش شايفني مشغول وماشي الناس اللي معاك مش عايز دوشه في البيت. يا بابا ما يصحش كده. بكلمك ترد عليا.
مش فاضي مش فاضي اهو رد عليك غور انت وروحي يا حاج هات لي كوبايه ميه والنبي خليني تجيب لي كوبايه ميه بسرعه بابا بس عايزك في موضوع مهم كده يعني لا انت هنخم ولا ايه الله حاجه هتخش يمين هتلاقي المطبخ اعملي سندوتش جبنه حطي لي الزيتون ابعت الاولاد بابا عايز ايه يا زفت هخسر عينك في عيني لما بكلمك انت بتبرق لي يا ولد بتبرق لي طيب ثانيه واحده هفضلك هفضلك لا مش هينفع كده طب ايه انت بتمسكني من معصمي يا نهار بيمسكني من معصمي انت جننتك ما ترد عليا مش هرد عليك يا حسام يا ابني سيبه الله يكون في عونه شكرا شكرا سيبه يلعب الله يكون جون 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 طب قسما بالله كلمة تانية واكسر المحل ده على اللي فيه لا انا اللي اقوم هديك بالجزمة انت والناس اللي جايبها معاك وهزقكوا امشي عشان انا خسرت اوعى بقى اوعى بقى ابعد عني دلوقتي يا بابا قوم اتعرف بالناس ناس مين يا ابني تعالى خد انت عامل لي فيها السبع رجاله وتخلي صوتك ايه ده ده ابوك ده هايف وعيل ايه ده انت بقى اللي حبيعك ده مبسوط على الكلام الفارغ ده لحظه هو اكون فاكر ان انا قاعد بلعب وتعبان وجعان ومش مركز انت قلت ايه انا هايف انا بقول له ان ابوك عيل وهايف وتافه والله لا يبقى اخرج ده ثاني يا بابا كان هو هايف انت قليل الادب يعني دلوقتي بترد عليه دلوقتي حضرتك بتشتغل ايه انا ايوه هو عارف تبقى هايف حضرتك بتعرف تلعب بلاي ستيشن طبعا بتعرف كذاب شكلك تافه ومالكش في البلاي ستيشن دي لعبه ولا عيال صغيره يا استاذ انا عيب بس انت اعيل وامشي عشان ما هزعك خد الراجل ده بره مفيش جواز خالص احنا اساسا ما نشربش انت راجل عيل امشي يا راجل انت راجل عيل تعالى لي عشان انت بتستفزني اضربه ولا اكمل الماتش انا هكمل الماتش انا بحترمك عشان حسام يلا امشي من هنا معلش يا عم انت راجل عيل طب اتفضل قلت عيل تاني امشي من هنا يا الهي خلاص يا بابا خلاص معلش يا عم استنى انا عايز اعتذر لك على حاجه اوعى انت تعالى امشي من هنا مقصود امشي من هنا امشي من هنا يلا تعال انت العروسه تعالي حبيبتي تعالي ازاي تتجوزي ابن التافه ده ده انت لو جيتي لي من كام سنه كنت دفعت فيكي اكتر من ابن التافه اللي هيدفع انت بتعملي ايه هنا قوم يلا معايا قوم بره هنبعت امشي دلوقتي يا حاج لو سمحت امشي اطلع بره بيتي يا حسام يا ابوك المجنون ده تعرفتي على الواد فين الشارع في الشارع ما انا قلت انت شكلك بنت شوارع مش كل ما اجيب حاجه تشبط فيها يعني ما ينفعش كده هي اللي جت لزقتي في ايدك ده انت كمان بتشبطي خد يا بابا بنت رزقك يا بابا خد بص قعدت من غير ما حد يعزمها العب بص دي بقى استنياني رجعت لك وانا فايق لا 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 بصي دي حلو الكوبري ده يا معلم يا ابن اللذينة انا جعان فين الاكل شوف لي فاكهه طيب شوف لي فاكهه ايه ده ايه الكآبة دي بيت كئيب ليه كده قص عليك يا ماما بصراحه ماما مزعلاني قوي ماما ما بتعملش معايا اي حاجه تبهجني في حياتي بصراحه مزعلاني اهدى بس يا حبيبي اهدى ايه وبتاع ايه مش كفايه ان انا فتحت اكره الباب لوحدي هدوس كمان على كبس النور والله ما انا دايس وايه الزروات اللي على شفت ترابيزه مليانه ايه تورته وجاتوه طبعا ماما هي واصحابها يجوا يقعدوا ياكلوا ويزروتوا البيت انا بصراحه بكره اصحاب ماما جدا سواء رجاله ولا ستات كلهم استغلاليين طنط كريمه دي بتيجي تسرق من عندنا الاكل من الثلاجه من غير وراها من ورا ماما والله مش عايز اقول لها بصراحه بقى يا ساتر ولا طنط سناء حراميه هي كمان حراميه وبتستغل ماما ونرجس كلكم ونرجسكم ايه ده القرف ده يا ساتر انا زهقت منهم حتى الناس اللي بتشتغل عندنا في البيت ولا حد بيساعدني لا الطباخ ولا السواق كلهم ناس رخمه وبكرههم محدش بيساعدني خالص انا زهقت من كل الناس دي وزهقت منكم بصراحه انا بكرهكم والله بكره اصحابي بكره الناس كلها محدش بيعمل لي اي حاجه خالص دي حاجه تقرف بصراحه ايه ده واضح ان هم عاملين لي مفاجاه عيد ميلاد ازيك يا انكل ميرسي على المفاجاه هم قرفانين مني ليه وانا قلت حاجه عليهم انا مقرفه انا قلت كده انا قلت كده في ايه يا جماعه مش مبسوطين ليه هو الكلام ده برضو ليا انا كده ايه ده انا ما قلتش حالك على حضرتك يا حضرتك انت قلت لي على ايه حاجه ايه ليه ايه ده اللي بتعمله ده انا ما عملتلهاش حاجه عشان تعملي كده امال في ايه الناس مالها متضايقه مني ليه وانت كمان باصص لي ليه كده الله 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 وانت كمان ده انتوا عايز اصحابي هو في ايه يا جماعه احضروا عيد ميلادي ربنا يخليك يا ماما على المفاجاه ايه فين ماما ربنا يخليك على المفاجاه يخليني ايه يا حماده كده بتهزق الضيوف وتهزق صحابك انت ايه ما بتحسش على دمك خالص انا يا ماما انا ده انا مبسوط بالمفاجاه ربنا مبسوط ازاي مالك يا ماما عندك ايه يا ماما مالك في ايه مش عارف انت هتموتي ولا ايه يا ماما تقريبا طب انزلي لوحدك عشان لو وقعت مش هقدر اقف مش هلاقي حد يوقفني على مالك سلامة تشاهدي يا ماما تشاهدي مع السلامه الله ناس طيبين قوي هابي بيرثدي يا حماده هابي بيرثدي تو اوف اوف اوف
مش قادر انفخ، بس الحمد لله البوطة حلوة. اطلع نمت لو يبقى نمت. هذه حاجة ماما؟ طب شكلها نيمت أو ميتت. صباح الخير. ماما ماما فين البطاطس المحمرة بتاعتك يا ماما؟ فين المقلبية؟ فين الرز بلبن؟ الله يرحمك يا ماما. إيه ده؟ أنا جعان أوي. سوري يا ماما، أنا جعان أوي. أنا مكسل لي كده. ماما شوفيني يا ماما، شوفيني يا ماما وأنا نشيط. شوفيني وأنا نشيط يا ماما. افرحي بيا، بقيت نشيط. بقيت سوري يا ماما، ريح شوية، ريح شوية. أوه ماما ماما ماما، أنا جعان يا ماما، جعان. ماما أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ايه ده؟ بعتيلي اكل يا ماما، ربنا يخليك يا حبيبتي. انا حاسس ان انت معايا وحواليا. سوري يا ماما، هضرب سندوتش وبعد كده اغازل فيك شويه واحبك شويه. الاكل طعمه وحش من غيرك يا ماما، يمكن عشان ما فيهوش زيتون، ما فيهوش زيتون. ماما اعمل ايه؟ انا خلاص تعبت، بقالي ساعه بقول يا ماما. الله، كوارع يا ماما، كوارع، كوارع يا ماما، كوارع، كوارع. يح يح، سخن قوي. فينك يا ماما؟ كنت بتبرديها، كنت بتبرديها وتفصصيها وتحطها لي في معدتي جوه. اعمل ايه؟ انا كنت بعمل ايه وانا معاكي في لحظه زي دي؟ كنت بنام. طب منين؟ صباح الخير يا حب، يا امي يا احلى ام. نفسي ابوس صورتك بس مش قادر اجيلك، مش قادر. ولا اجيبها؟ اجيبها معلش. كفايه يا ماما، كفايه، لا بقى تقيل قوي. ماما تصبح على خير. وعشان كده متقالب وفي وسط اصحابي منفوخ.
موجود عندي في المحل. بيشتغل محامي ومربي سكسوكة. عيب يا باشا، هو انا اول مرة يعني يا باشا. ما يلا بقى يا مرشدي، الصبغة هتنشف. طب بالاذن يا باشا كده علشان الزبون استعوالي. يلا سلام سلام. لا مؤاخذة، كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجة. مساء الخير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك، نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك، نورتنا يا باشا والله. مقابلتك حلوه ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. لا والله ده انا مش مصدق نفسي. ليه ليه ليه؟ انا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا ايه؟ لا لا، بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ طب ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملايه، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل بيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي في مشاكل ولا لا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا ده؟ لا ان شاء الله ستر. ستر؟ بقالي فتره اسبوعين ما حلقتوش، مش قادر اقول لك، مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمه لي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا انت تقريبا. ده يعني احنا تقريبا العيله الوحيده على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع ده. مش انت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيله كلها. العيله كلها كده، بس مختلف الحقيقه. يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك ابويا الله يرحمه كان بيطلع له في كوره هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف، بتفيده برضو في الحرب. يعني ربنا بيبلي وبي... الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع، بس ماشي. لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا. تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت، والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي، مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع. خد عندك فنانين، مطربين، لاعيبه كوره، فريق السكواش ابتدوا يكلموني. بتعمل الشعر ده ازاي يا جماعه؟ احلف لهم والله ما بايدي، محدش بيصدق. بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفرده لي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيبي. انا مش عارف ابدا منين بس. لا يعني لا لا، تبدا ايه؟ هو تعمل كده؟ لا لا، ده ما تحطش عليه مكان، ده اثار، اعتبره اثر من الاثار. يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني. انا اللي تحت امرك. بس معلش يعني قبل ما افكر هبدا منين. هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على الحاج عشان خاطري، اصل هي تعبانه شويه. معلش الامهات كلهم بيتعبوا بيه وكويسين. دقيقه واحده ارجوك، هتعطلني كده. ايوه يا باشا لقيته. ايه ده؟ شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزه، حاجه عظيمه. تعالى بس ما تتاخروش، وحياه النبي ما تتاخر. ها لا لا بقول لك، بس يا ريت، انا نفسي اتصور معاه والله. بس ماشي يا باشا. اتصور معاه بس اكمل بس. ماشي يا باشا. لا يا باشا، ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كدبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له، هات انا اقول له. انا موجود يا فندم. انا موجود. لا لا، الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انت بلغت عني صح؟ انا بص، الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ مين بعد كده؟ هو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر. مش عارف ايه. خربوا بيت. الله يخرب بيوتهم. معلش اتفضل. ده لسه حسابك عند ربنا. استنى اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل اتفضل. قبل ما يصبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه. مش عارف مقص ولا مك. يا سلام. ايه يا الفكاكه دي يا غبي؟ ما انت لسه قايل لي. انت عبيط ولا ايه يا حضر الظابط؟ انا اللي قلت لك انا جنبه. مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونط دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين. ده انت رهيب رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان ميعاد الاسم. لا لا لا، تحت امرك. مع السلامه. بص، رغم ان انت يعني بشع، لكن الفكره عجباني، الفكره عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان. هتحلق من اخواتك بعد كده. جاتك خير يا باشا. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل يا باشا. يا باشا تشرب قهوه يا باشا عشان تهدي اعصابك يا باشا. مش عايز قهوه، انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده. ليا شوق كده اشرب من دمه.
نفسي اسالك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا اديك. اسال يا محمد اسال. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ بصراحه يا محمد انا متعقد من الواد ده. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري. انا اجرودي اجرودي. انا ايه؟ اجرودي. اخلص يا محمد، انا بس اللي اقول اجرودي. حاضر يا باشا. بصراحة هات الواد اللي بره ده. ثواني بسرعة. ثواني يا باشا. خش يلا اقعد. اهلا يا عسل. منور. تشك. هات لي عيال الطلبه اللي بره بسرعه. امرك يا باشا. خش انت. هو طلب يا باشا. يا فندم أرجوك أنا بتأذي سوري يعني. يا حبيبي أنت أهو، مين اللي أذن لكم إنكم تربوا شعر صدركم؟ إيه؟ بلد سايبة يا حبيبي ولا إيه؟ محمد أمرك يا باشا، العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا بسرعة. حاضر يا باشا. قدامي. وأنت راجع هات لي مكوة الشعر معاك يا محمد. لا أرجوك يا فندم أتوسل إليك، إلا مكوة الشعر. أنا ممكن أنتف شعر صدري قدام حضرتك شعراية شعراية، بس المكوة لا. مش عايزك تجيب سيرة شعر صدرك قدامي. أنت بتعمل إيه؟ أنت ليه بتمسكني من إيدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ أنت مش عارف إن أنا أجرودي هات ولا إيه؟ سوري والله أول مرة أتشرف بفتحة قميص حضرتك. بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. أرجوك يا فندم أتوسل إليك سامحني سامحني وخلينا أروح. عايز أسامحك؟ هسألك شوية أسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة. تبقى هنا إيه؟ شفافية يا فندم. وأوعد سعادتك إن أكون مرشدك الخاص وأكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قول يا حبيبي، عمرك ما أخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده يطول؟ لا بصراحة، بس أنا أسمع كانت ماما تقول لي وأنا صغير رحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة، بس أنا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة؟ المكان جنينة الحيوانات. السؤال الثاني، عمرك حصل لك اي حاجه غريبه حاجه عجيبه؟ مش متذكر، بس افتكر وانا عندي 3 4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت. افتكر ان انا سخنت جدا في الليله دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا. قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعرايه هنا وهنا حوالي 26 28. شربت حاجه قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم. تيتا ما كانتش بتحبني اشرب حاجه عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجه؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شعرايه و12 شعرايه. السؤال التالت، لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك تختار مين؟ اخص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مرة أنا أجرودي. يا محمد محمد بلاش محمد بلاش محمد بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري يا مصريين. إيه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. انتوا ايه، انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟
بمقاييس كوكبك انت انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوه بمقاييسكم. انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم امري، احنا جايبين لك دعوه في اي بي لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكوره. كوكب ايه؟ الدكوره. انت اسمك يا اخ خالد؟ في حاجه؟ لا مفيش حاجه. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم، امروني انا خدامكم، في حاجه ما اقدر اعملها؟ بص يا ادم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدوله هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك. ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحله الحرجه اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحه قلقان منكم وقلقان من كوكبكم، ما تزعلوش مني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت. هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوى. يا لا مكوى ايه؟ هات ايدك يا كريم. هات خلت. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. ماشي يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي زياره كريمه جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الذكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد، مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابك، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحه، انا مش فاهم اذا كنتوا رجاله ولا نسوان. كوكب عجيب يعني. للاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زياده، واكتشفنا ان بسبب شعر صدر حضرتك انت حطمت الرقم العالمي الهرموني. انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم. ربنا يخليكم، دي حاجه بسيطه يعني. وبصراحه يعني انتوا ناس ذوق، وانا عايز اعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض دم تلت، الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شويه شعر نحللهم، يمكن نقدر نوصل للماده اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحه. هتدفعوا لي كام؟ ندفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحه كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر هتبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده تمام 50%. بصي انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن تكبش لي الكبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاع دي؟ بس مش هينفع. الف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول، واديلك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي. هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش شفتلكوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوري شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكم كلكم. اوعى على بس استقبال، اوعى ولا انت وهي. يا نهار اسود، اوعى. راح فين؟ يا نهار اسود، هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح، يا ليتك السودة يا ابن صبرا الصبارة. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدولة ولا البلد يعملوا كده مقبولة، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجالة ولا نسوان. خسارتك، خسارتك يا ادم، يا خسارتك يا ادم. خدتوا شعر صدري يا كلاب، يا كلاب. بصراحه احسن ده كان اوفر، كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي، شعر صدري بلا زفت. ايمن Thank you.
بدري عليك بدري حسدوني عالشعر في صدري كم بدري عليك بدري في شعري كده كده لا أدري أنا وأضربه لو هرموني زيادة مشعر بشكل رهيب فوق العادة أنا وأضربه لو هرموني زيادة مشعر بشكل رهيب فوق العادة اتكادوا يا عزال اتكادوا وخافوا من قلبي تخافوا من غدري خافوا من غدري شعري في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري عدوا الشعر في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري مايكل جاكسون كان اجرودي كان بنفس الموت من شعري عدوا الشعر في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري عدوا الشعر في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري مايكل جاكسون كان اجرودي وكان بنفس الموت من شعري لوحده كده لحلقته بموس ولا اشتريته في يوم بفلوس لوحده كده لحلقته ولا اشتريته في يوم بفلوس اسمه نصيب وده كان قدري شعر في صدري يا صدري آه آه يا صدري.